من المنامة ينضم إلينا الدكتور عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية. دكتور عمر أهلا بك. الوضع الحالي بالنسبة للاقتصادات الخليجية، نحن لم نصل إلى تضخم يعني هو الأعلى في 40 عاما هنا في منطقة الخليج، وبالتالي يعني ربما دائما مضطر دول الخليج أن تحافظ على ربط عملتها بالدولار والتماشي مع سياسة الفدرالي الأمريكي. برأيك كيف سيكون التأثير على الاقتصاد؟ 6 مرات رفع للفائدة القادمة هو رقم كبير، هل سيؤثر على معدلات النمو هنا؟ مساء الخير. كما تفضلت، الدول الخليجية باستثناء دولة الكويت ملزومة أو شبه ملزومة كجزء من سياسة ربط العملة بمتابعة أو بالتماشي مع السياسة النقدية تبع البنك الفدرالي الأمريكي. ماذا سيكون أثر هذه الارتفاعات؟ أولا تجب الإشارة إلى أن الارتفاع هو جدا طفيف، 0.5%، والمستويات حاليا متدنية وما زالت متدنية حتى بعد الارتفاع. فعلى الأرجح الأثر على المدى القصير وعلى المدى المتوسط سيكون ضئيلا جدا، ولا سيما في الدول الخليجية بسبب ارتفاع أسعار النفط، لأن عادة القناة التي تربط أسعار الفائدة بالاقتصاد هي السيولة العامة. وطالما أسعار النفط هي مرتفعة والميزانيات الحكومية هي يعني ماشية وأمورها إيجابية، إذا لن تواجه القطاعات الخاصة أو القطاعات العامة دفع الدول الخليجية أي ضغوطات من ناحية السورية، وبالتالي لن أتوقع أي أثر يعني ملموس على الاقتصاد بسبب هذه الارتفاعات في أسعار الفائدة. لكن الوضع ايضا بالنسبه لي يعني الخليج، يعني التاثير ربما الايجابي اكبر من الارتفاعات في اسعار الطاقه. يعني دائما وتاريخيا الاسعار حينما تكون في هذه المستويات، مستويات ال 100 دولار، هذا ينعكس على كل شيء يعني تقريبا ايجابا. من ناحيه الاقتصادات الخليجيه تبذل الكثير من الجهود لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، لكن حينما تاتي طبعا الايرادات النفطيه بهذا الحجم فهي كذلك تسرع من جهود التنويع. فبرأيك كيف ستستغلها دول الخليج هذه المرة؟ أعتقد أن الظروف الراهنة تختلف عن الظروف السابقة لسببين. أولا، هناك وعي في جميع الدول الخليجية أن الحالة الراهنة لأسعار النفط أو الارتفاع الراهن لأسعار النفط هو ارتفاع ربما عابر وغير مستدام، فبالتالي لأنه هو بسبب ظروف يعني آنية مرتبطة بالحرب أو الغزو في أوكرانيا. لذا لا أتوقع أن يعني تتعامل الحكومات مع هذه الارتفاعات كارتفاعات مستدامة، وبالتالي لن يكون هناك تغير غير ملحوظ في السياسات المبنية على هذه الأسعار. إضافة إلى ذلك، في الحالات الماضية التي شهدنا فيها مثل هذه الأسعار، مثلا في 2013-2012، كانت الدول الخليجية أما في مرحلة يعني مبكرة في تنفيذ سياسات التنويع، أو في دول كالمملكة العربية السعودية لم تقر رؤية اقتصادية بعد، لذا لم تكن متوفرة الأدوات للاستفادة من هذه الارتفاعات لأجل تحقيق التنويع. بينما في عام 2022 جميع الدول الخليجية عندها رؤى اقتصادية ويعني قطعت شوطا ملحوظا في تنفيذ هذه الرؤى الاقتصاديه، لذا على الارجح الحكومات تنظر في استفاده من ارتفاعات في اسعار النفط لتحقيق او تنفيذ المزيد من الاستثمارات لاجل تحقيق الرؤى الاقتصاديه، بدلا من ما شاهدناه في الماضي وهو يعني ارتفاع في الرواتب تبع القطاع العام او مشاريع يعني مؤقته. طيب دكتور عمر، انت ذكرت انه دول الخليج ربما الان ترى انه اسعار النفط او هذه الارتفاعات غير مستدامه في الاسعار، وان الامر مختلف عن المرات الماضيه، لكن هناك وجهات نظر ايضا تقول انه نعم الازمه الاخيره في اوكرانيا اضافت اعباء على او تصاعديه على الاسعار او دفعت الاسعار للارتفاع، لكنها ليست المشكله الوحيده. ضعف الاستثمارات النفطيه بشكل عام عالميا وعدم جاهزيه البديل قد يبقي اسعار الخام في مستويات مرتفعه لفتره ليست بالقصيره، كيف ترى هذا الأمر أيضا؟ كلامك صحيح، وما يؤكد ذلك هو أن الأسعار كانت مرتفعة حتى يعني قبل شهر، وهو قبل يعني بدء الأزمة في أوكرانيا. ولكن على الرغم ذلك يجب الإشارة إلى أن
الدول الغربية خصوصا بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا عندها سياسة واضحة نحو خفض استهلاك الوقود الأحفوري والانتقال يعني نهائيا إلى مصادر طاقة متجددة. لذا حتى لو هناك أزمة كما تفضلت فيما يخص الاستثمارات أو نقص شديد في الاستثمارات اللازمة للحفاظ على مستوى الإنتاج النفطي، يجب موازنة ذلك بالتوجه العام العالمي تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة نحو مصادر بديلة للطاقة التي لا تسبب تلوث وتغير في المناخ. نشكرك على هذا التحليل دكتور عمر العبيدلي، وأنت رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، شكرا جزيلا لك.